عايز اكلمك كابتن عمرو عن عمليه الدمج اللي تمت في قطاع الناشئين. هل هي في المصلحه، مصلحه فريق الشباب؟ ابرز الصعوبات اللي ممكن تواجهها من عمليه الدمج. دمج دلوقتي النهارده فريق 99 مع 2000، 2000 كان بيلعب بطوله منطقه، تمام، فريق 99 بيلعب بطوله جمهوريه، بطوله قويه، فالنهارده النادي الاهلي دمج الفريقين. ابرز الايجابيات وابرز الصعوبات اللي ممكن تواجهها. هي يعني الايجابيات ان انت هتاخد افضل اللعيبه من الفرقتين، هيبقوا فرقه واحده، فيبقى تمام. عندك فرقه قويه. الصعوبات اللي هتواجهك القايمه، ان انت النهارده مطالب من حوالي ممكن 50 لعيب، 55 لعيب كمان، انت عايز 23 لعيب، مش هقول لك 25، احنا القايمه بتاعتنا 25، مش هقدر اقفل القايمه، لان انت عارف احنا الفريق اللي تحت الفريق الاول على طول، تمام. فوارد جدا النادي او لجنه التخطيط ممكن تتعاقد مع لعيب للفريق الاول ممكن يكون مواليد 99 او مواليد 2000، فلازم يكون له مكان في القطه. فدي المشكله اللي هتواجهك، ان انت في لعيبه كويسه في النادي هتمشي السنه دي، لان ملهاش مكان في القايمه. مش يعني النهارده كان عدد القوائم لفريق الشباب النادي الاهلي، كنت بتنادي اللجنه الخماسيه بدل ما تبقى 25 كانت لازم تمدها تبقى 30 على الاقل، 30 زي الفريق الاول. زي الفريق الاول، ما هو ايه الفكره؟ يعني ايه الفكره ان الفريق الاول 30 والفرقه اللي تحتيه تبقى 25؟ ايه الفكره يعني؟ وخصوصا ان حتى الاتحاد نفسه مش عامل مسابقات للاعمار اللي هي الزوجيه. يعني الطبيعي ان كل الفرق ضم الفرق الزوجي على الفرق الفردي، فالطبيعي ان انت تزود القوائم طبعا علشان تقدر ان انت يعني تعتمد على اكبر عدد من اللعيبه المميزين اللي عندك، ما تفرطش فيهم بسهوله. لا، الحاجه الثانيه، خلال الفتره اللي جايه فريق الشباب في كل الانديه هيتم تدعيم الفريق الاول في كل نادي بعدد كبير، فالنهارده يكون موجود. انت هتلعب بمين انت كمدير فني للشباب؟ يعني ممكن يبقى ما عندكش قائمه فريق كامله ممكن تلعب بيها، ممكن تلاقي نقص في الحته دي. يعني احنا النهارده مثلا لو استقرينا على 23 لعيب، ال 23 لعيب دول اوريدي انت عندك منهم دلوقتي فوق في خمسه وفي اثنين معارين، يعني اللي هو عبد المنعم وعمار حمدي. يعني بتتكلم في كام؟ 17 لاعب دلوقتي بالظبط كده. ال 17 لعيب دول خلي بالك فيهم اربع حراس. ليه اربع حراس؟ لان انا عندي مصطفى شوبير متأيد مع الفريق الاول افريقيا، فكده كده مش هيبقى معاك. فانا لازم يبقى عندي ثلاث حراس، لان انا ممكن وارد جدا حارس يتصاب، حارس يتوقف، يعيا، ما ينفعش ان انت تروح المباراه بحارس واحد، فغصب عنك هتحط اربع حراس. فدي هي دي يعني هي دي المشكله الاساسيه اللي هتواجهني السنه دي، ان العدد عندك هيبقى قليل جدا. وهيبقى صعب، سوري من غير قطع كده، وهيبقى صعب ان انا اخد من ال 2000 واحد. خلاص بيلعب مسابقه لانه بيلعب برضه مسابقه جمهوريه. لا، وفي حاجه تانية، في ان هم عندهم امم افريقيا المؤهله لكاس العالم المنتخب، فهتلاقي معظم اللعيبه بتاعه ال 2000 واحد طول الموسم مش هتلاقيها موجوده اصلا، هتلاقيها في المنتخب.